بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أقدم وباللغة العربية حتى نستفيد أكثر هذا الموقع. شرح موقع Learning App، والهدف أن يتمكن المعلم تصميم أنشطة تفاعلية والمحتويات التي سوف أقدمها هي تعريف بالموقع وتكوين نماذج. أنا طبعاً أخوكم عادل هواري، رقم وظيفي 2030 مدارس ابن خلدون. هيا نبدأ. وأتمنى يعني أنا أحب أقول حاجة قبل ما أبدأ الشرح. هذا الموقع مهم جداً، وبصراحة بيريح كثير جداً، وقائم على فكرتين، أو قد يضم في داخله فكرتين: فكرة الباوربوينت وفكرة التفاعلية. كنا قدمنا سابقا في قسم اللغة الإنجليزية موقع Life Worksheet، وبصراحة الجميع استفاد منه وأصبح من المواقع الشهيرة وعدة مواقع أخرى. إن شاء الله اليوم هنقدم موقع Learning App نظرا لشموليته، ويقدم 20 قالب من القوالب المهمة جدا لتصميم الأنشطة التي تجعل من الطالب يتفاعل بشكل أكثر، تساعد على فهم الطالب لمحتويات الدرس، يقوم بعرض قوالبه بأي شكل أو بأي لغة، يعني أقصد أي لغة عالمية، سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغات أخرى. يعني هو يقوم على عمل مجاني طبعاً الموقع تماما، ليست فيه اي جوانب، يعني عكس موقع وورد وول مثلا او المواقع الاخرى. لا، هو موقع مجانا تماما، وهو طبعا هنتعرف عليه اكثر في اللحظات الاتيه. هنبدا ندخل على جوجل. هو الموقع طبعا الماني في داخله، يعني في البحث في جوجل. أنا هبدأ، هو الموقع باللغة الألمانية اسمه Learning App، لكن لما تيجي تبحث أنا هرجع تاني من البداية عشان الجميع يجد فرصته في الإفادة من الشرح. إخواني القائمين على العملية التعليمية، الموقع في جوجل، هتكتب في جوجل في البحث Learning App، هتلاقي Learning App Interactive and Multimedial. يعني أنا لا أجيد الألمانية، لكن هو هذا موقع، اسم الموقع باللغة الألمانية طبعا في البحث. أنت ما عليك غير تكتب Learning App لتجد هذه النافذة. هنعمل كليك على الموقع. أنا بصراحة قصدت أن يكون الشرح باللغة العربية للجميع. هتلاقي مكتوب Learning App، هتلاقي What's Learning App، وهتلاقي Show اللي هو يعني طريقة الباوربوينت، أوريك كيف يشرح لك الإيه الموقع. لكن أنا هشرح لك الموقع. ما هو Learning App ده؟ هو طبعا الموقع كله كتابته باللغة الألمانية، لكن في جزء بسيط باللغة الإنجليزية. يقول لك Learning App هو عبارة عن موقع بيقدم زي ما قلت 20 application عشان يساعدك في العملية التعليمية بمديولات تفاعلية. طبعا هنعرف الكلام ده، بيقول لك إن الموقع يعني بيساعد أيضا على السيلف ليرنينج، التعلم الذاتي. يعني الطالب ممكن فيه يتعلم ذاتيا، لكن قد لا يقوم الأفكار بتاعته قد لا تقوم بحصة كاملة. يعني الحصة طبعا لها محتويات وطبعا خطوات كلنا نعرفها، دي مش مجال لسردها. لكن أنا في وجهة نظري إنه ممكن يقوم بمعظم يعني خطوات الحصة. يعني ممكن تعمل عليه warming up، ممكن تعمل عليه revision، ممكن تعمل عليه presentation، ممكن تعمل عليه practice،
لكن الأهم هو عملية خطوة الإيفالويشن والبراكتس، الخطوات اللي مهمة جدا في يعني ممكن ننفذها على الموقع. المهم مش هندخل في تفاصيل فنية أكثر، لكن هندخل على الموقع. الموقع هو زي ما شايفينه دي الواجهة الأساسية بتاعته، هيقول لك لوجن، هيديك هيفتح لك النافذة هذه. أنسى قبل أقول، أنت أي لغة عاوز تستعملها، هو لا يدعم اللغة العربية لكن كشكل من الخارج كالواجهة، لكن إذا أردت تصميم أنشطة باللغة العربية لا مانع مرة. عندك أعلام الدول طبعا اللي هي عشان تسجل كده مكتوب، أنتوا عارفين الأعلام أكثر مني، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، أعتقد هولندا، فرنسا. أنت المهم بتدوس على العلم اللي عليه الإيه، العلم البريطاني، عشان يعني كلنا على الأقل لدينا الخلفية البسيطة عن اللغة الإنجليزية. مكتوب هنا browse app create app create collection، خطوة خطوة. هنعمل أول حاجة لوجن. بعد لوج إن هتلاقي مكتوب عندك، أنت لو أنت مسجل زي ما أنا مسجل أوكي، بتحط الإيميل والباسورد. لو مش مسجل عادي بتسجل عادي زي أي موقع تاني ما بتسجل فيه، زي أي موقع آخر بتسجل فيه بيديلك بيقول لك حط الباسورد، حط إيميلك وباسورد وفقط، وبتسجل معاك أوتوماتيك، بيتسجل معاك. نسيت الباسورد أهو موجود، بتحط فورجيت باسورد وتحط الباسورد، ليه خطوات زي أي موقع تاني، بل بالعكس يتميز بسهولة مفرطة. يعني هنعمل لوجن، أنا نسيت، أنا مسجل طبعا الباسورد واليوزر نيم، لوج إن أو لوجن، وهتبدأ معاك الإيه الخطوة. هنا بيطلب مني الباسورد أهي، أنا بحط الباسورد بتاعتي على طول وبعمل وبدخل إن شاء الله. في حسب النت عندك طبعا، سرعة النت بيدخلك على دلوقتي أنا دخلني على الحساب بتاعي. هدخل على كلمة ماي ستاف، هذه كلمة ماي ستاف، ده الحساب اللي أنا كنت أنجزته سابقا، ماي أبس. طبعا احيانا النت ما بيسعفش الواحد فينا بسرعه، لكن بصراحه يتميز الموقع ده سهوله التعامل معه، حتى مش موقع تقيل يعني، موقع حتى هنا ممكن بتضيف، عاوز تضيف فولدر وتلون الفولدر، هتكتشف تكتب اسم الفولدر اهي، مثلا اكتب مثلا اسم الفولدر ابن خلدون مثلا، أو الوحدة الأولى، أي اسم حتى لو بالعربي، الوحدة، آسف، الوحدة الأولى، خلاص وكتبت الوحدة الأولى هيطلع لي، وبتضيف كده وبيطلع لك، أنا ما كملتش طبعا، بيطلع لك إيه فولدر باسم الوحدة الأولى اهو، تاني اهو الوحدة، ولسه مسجل الوحدة مثلا، الوحدة اللغة العربية شوية التعامل معها شوية صعب، او نسميه 1 2 3 مثلا، اي شيء بتسجل الموقع كرييت، انا اكتب الوحده كتبها الوحده ما مشكله، كرييت فولدر، بتبدا تعمل كرييت فولدر، جاب لك اي عنوان بتحطه، اي شيء بتحطه بعد كده بيبدا يعمل لك فولدر جديد، انت بتحط، هقول لك كيف تسحب فيه الملفات، بس المهم دلوقتي خلينا في كيف نصمم عمل او كيف او مكونات التمارين أو الـ الأشياء الموجودة في الليرنينج أب. مثلا بكتب الوحدة هذا عمل لك الملف، عاوز
تعيد تسميته، عدل عليه، تعيد تلوينه إلى آخره. موف فولدر، تحرك الفولدر إلى مكان آخر، في داخل فولدر تاني تعيد تسمية الفولدر، رينيم مثلا، أو رينيم فولدر. أنا أسميه مثلا عادل، خلاص رينيم الفولدر، بيتسمى الفولدر باسم عادل مرة أخرى. بس كل مرة طبعا بيعمل تحديث للفكرة اللي أنت عملتها. أنا حبيت أبدأ بس من فكرة، برضه بيقول لك على، بيقول لك color the folder، لون الفولدر، حرك الفولدر إلى آخره. هذا الفولدر اسمه عادل أهو، هنا بيقول لك الأيقونة دي بيدي لك حرك الفولدر، سمي الفولدر، choose folder color، اختر لون فولدر أو امسح الفولدر. ندخل على هنا يا شباب، create now. الأول أنا أفضل، لحظة واحدة، أفضل browse apps اللي هي الأول. إيه الحاجات اللي موجودة عندك؟ موجودة عندك يعني حاجات، أشياء مصممة بشكل كبير جدا عن موضوعات كثيرة، فنون، أحياء، أعمال تجارية، كيمياء، يعني أنت ممكن تاخذ منها قوالب مرة ممتازة وتصمم عليها. طيب دي الأبس اللي هي مختلف، الأبس اللي هي موجودة عندك، والأفكار، اللغة الأسبانية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفلسفة الإيطالية، التاريخ، أي لغة، وأنت اللغة العربية يمكن ما حد مكتشفه كثيرا، لكن إن شاء الله يكون على أيدينا إحنا نعمل حاجة زي كده. create app، كيف أصمم الفكرة؟ خذ فكرة، خذ تمبلت من اللي معاك، املأ التمبلت واحفظ الاب بتاعك وبعدين شاركه. الأساسيات هي الأساسيات، أول حاجة بيجي لك الفكرة اللي هو زي حق بلوم، هذا تخلق اللي احنا بنعلم عليه في دفتر التحضير مجرد وخلاص، لا، بيحقق لك كل المستوياتهم. خلاص بعد كده بنبدأ ناخد مثلا أول واحد عندك هنا، 20 فكرة، 20 فكرة تسوي عليهم أعمالك على ليرنينج. هناخد مثلا ماتشين توصيل، انت عشان ما تتعبش وتوجع راسك عندك examples 1 2 3 example 1 مثلا. خلاص شويه لودينج اهو، بيحمل اهو. انت جاتك الفكره الماتشنج، جاتك مثال اهو، يا أخي ما عليك غير تعمل، تيجي هنا create new app على نفس الموديل، على نفس الحاجة اللي عندك، على نفس الفكرة اللي عندك، تكتب create new app. طيب بعد كده بنسوي إيش يا شباب أو أخواننا الدارسين، أخواننا المعلمون؟ عندك عندك بيرز، هي تكست عندك، يا اما تسوي تكست يعني نص، صوره او صوت، او صوت تجيبه من بره، او فيديو، يعني خلينا في الايه، في الحاجات البسيطه. تكست مثلا لما اقول اكتب بالانجليزي معلش دوج مثلا، دوج. خلاص في حاجه مهمه جدا، عاوز نطق الكلمه، يعني ممكن مدرس اللغه الانجليزيه هيبقى معاهم افضل. دوج حطها في الهندس اهو، اغلسكها وافتح هنا عمليه السماعه دي، واعتقد هاردي، وحتى لو في اللغه العربيه ما مش متذكر انه هل بيدعمها او لا، لكن مش مهم عمليه النطق في اللغه العربيه، احنا يعني احنا بنقول لغه الام بتاعتنا. طيب ده البير 1، نيجي هنا نحط معه ايمج، صوره
اختار صورة هنا واكتب دوج كده مثلا او اكتب كلب باللغة العربية وابدأ هجيب لك كثير اهو حطينا الصورة اهي يوز ذس استخدم هذه الصورة. انت كده سويت عاوز تحط الكلمة تاني على الصورة اهي ما في مشكلة يعني بحيث ينطقها لك على الصورة وينطقها لك على الشكل ماشي. تدخل عاوز تضيف another element ضيف another element نفس الفكرة ضيف ان شاء الله انت زي ما انت عاوز معاك. طيب نيجي هنا بقى للجزء الاخير تحط الكروت على بعضهم ولا جنب بعضهم براحتك مثلا حطهم واحد فوق واحد ممكن يقول لك حطهم بجوار بعضهم along side ماشي. هنا بقى تكتب التعزيز اللي انت من الطالب اخر ما يظهر لك تعزيز. طيب اهو هنا الاخر يقول لك عزز الطالب مثلا عظيم ما شاء الله تكتب اللي انت تبغاه. هنا حط عنوان مثلا يونت 1 لما حطينا يونت 1 هنا يا شباب بدا اهو بيجي العنوان وكل شيء واضح. عاوز احط عنوان ثاني اضافي ما في مشكله. طب انا هحط كده اعمل هنا دي الفينشمنت الحين يعني بتطبق نظريه بلوم اهي اول حاجه كرييت الى اخره يعني اهي انلايز وبعد كده بتعمل سيف اب تحفظ عندك خلاص يعني زي ما احنا خدنا في فكره اللي هي فكره بلوم اللي هي الكرييت وايفالويت كرييت وايفالويت وانلايز وابلاي واندرستاند وريمبر اللي تخلق الفكره وتقيمها وتحللها وتطبقها وتفهمها وتتذكرها هي نفس الافكار نفس الافكار اللي عندنا الحين انت حطيت كلمه دوك انت لازم تعمل وحفظت هيقول لك ولا سيف وبعدين يديك هو كمان رابط ممكن تنسخه كده وتحطه على الواتس تحط اي حاجه تبعت. طيب انا هوصله دوغ تزوق كده كانه نظام وورد وول تطلع الكلمه يا سلام عليك يبقى دوغ كلمه ولو كاتب عنوان فوق رئيسي بيطلع لك التوس هنا بيطلع لك العنوان يقول لك مثلا تكتب مثلا تشوز ادي سمعت دوغ سمعت dog. ده نموذج بسيط جدا لعملية التصميم التشوز اللي قصد الماتش وهكذا مع القوالب مختلفة ومختلفة كثيرا جدا وهم زي ما قلت أنا 20 قالب بنفس الفكرة. أنت مثلا حطيت فكرة هنا حطيت العنوان زي ما قلت لك وبتكمل. طيب أدوس ثاني هنا هاخذ قالب آخر يا سلام على القالب الجميل ده عملية التصنيف خلاص assessment group assessment بتصنفهم classification هنا يعني تصنيف من على أجزاء مثلا بتاخذ برضه نفس الفكرة example عندك 3 examples وبعدين تدوس create new app اعمل فكرة جديدة. طيب هتيجي هنا تحط عناوين وتبدا تشتغل عندك خلفيه واحد خلاص وبتحط عليها مثلا هنكتب عن اي شيء هنصنفه مثلا الفعل والاسم الفعل هكتبها باللغه احاول اكتبها باللغه العربيه معلش يعني انا ما بحب الفعل وابدا الفعل تكست يلعب حط عنصر ثاني يجري حط عنصر ثالث ينام. طيب هنا بقى add another group ضيف فكرة ثانية في مجموعة ثانية حط لها تكست حط لها الألوان أول حاجة بتحط
جروب 2 اهي، حطيت جروب 2 الجروب الثاني. طيب حط العنوان مثلا الاسم، الاسم مثلا نكتب في الاسم تفاحة مثلا. حط تاني حاجة تاني ما زي التفاحة، ايه الاسماء مثلا؟ ولد، ولد. بنت. وهكذا. وبعدين تبدأ تعمل برضه نفس الفكرة اللي هي أول حاجة أنت عملت كرييت، بعد كده فينيش أند شو اللي هي عملية ايفالويت، بعد كده بيقول لك أنالايز، قبل ما تحفظ أنالايز شوف اللي أنت عملته إيه، وما بيديكش الرابط مباشرة، المفروض كان حاطين عنوان وكده. للأسف والنت شوية هو بيبان، بيحمل لك اللي انت سويته اهو. الاسم ينام اسم ولا فعل؟ فعل. تفاحه اسم. اجرب كده اشوف انا صح ولا خطا، ممكن يكون خطا. ولد اهو ده اسم. بنت اسم. يجري وهكذا، يلعب وهكذا. يبقى كل، يبقى انت صنفت الافكار بتاعتك الى وهكذا الى، وممكن ممكن دي تتقسم الى خمس اقسام ست اقسام حسب التصنيف. يعني ترى مدرس علوم عاوز تصنف بتلاقي الاشياء دي عندك كثيره جدا ومصنفه بشكل كبير جدا. طيب ندخل على حاجه ثانيه وهكذا يا شباب. يعني وهكذا بتلاقي حاجات كثيرة جدا. انا شفت كنت بعمل حاجة قبل ما لازم احفظ، ايوه عشان كده اعطاني انت. لو ما عملتش كده بتلاقي كل اللي سويته ده تحت في الحساب بتاعك بعد كده مباشرة. انت حفظت بعد كده create a new app. انت بتلاقي هنا يا جماعه كل الاشكال دي، حاول يعني تكتشف بنفسك هذه الافكار لانها كلها معموله عليها نماذج مختلفه، وهتلاقي الافكار بتاعتها بسيطه عشان ما اطيلش عليكم. طيب انت بقى بترجع على ماي ستاف تاني بعد ما سويت ده، بترجع اللي عاوز فيه الفكرة الجميلة جدا اللي أنا بعملها وبساعدني جدا، وبساعدني كمان على المنصة، وبساعدني في شغلي، وهي فكرة الماتريكس، إنك بتجمع كل دول في مكان واحد. حفظ عادي بتعمل، بتجيب الملفات كلهم بتحطهم في مكان، في على خلفية واحدة وعلى مكان واحد. هوريك كيف. أنا مثلا عندي الصف الخامس أهو، شايفين كتاب الصف الخامس اسمه App Matrix. بتعمل إيه؟ إيش بتسوي؟ زي ما بنقول أنت بتجيب كل الملفات بتاعتك، تفتح كده بتلاقي أدخل على أي حاجة، أدخل حتى في البحث نكتب Matrix أي حاجة هيجي لك كده، هتروح عامل Create Similar One. كرييت سيميلر اب، اعمل سيميلر اب واحد مشابه. انت ما عليك غير تاخذ القالب جاهز وبتحط له عنوان وبعد كده وكل شيء. بعد كده بتقول ايه مثلا؟ هتروح تقول سيلكت اب، هيروح فاتح لك نافذه على اللي انت عملته اهو. انا مثلا مسوي دي اهي، يبقى تسوت عندي وهكذا. ولما هي تسوت عندي انا بروح سيلكت ايمج، اروح حاطط صوره الكتاب بتاعي مثلا، اقصها طبعا بالسنيبرز او بالمقص، وبحطها بره على سطح المكتب، واروح عامل سيلكت ايمج، هيروح جايب لي اهي سيلكت ايمج، هيجيب لي ثلاث اختيارات اهي، منهم هنا تجيبها من على سطح المكتب، وبعدين بتفنش وبتحفظ
الايه الاب بتاعك، يبقى انت جمعت كذا ملف من اللي انت التمارين اللي عملته في مكان واحد وبيساعدك بمنتهى السهوله. طيب كيف انا هاجي اشتغل عليها اهو؟ طبعا دي عباره عن الافكار، ممكن تدخل على جوجل وتبحث على الموقع ويعني تبتكر وتكتشف كل محتويات الموقع بشكل افضل، لكن دي فكره مبسطه يعني اتمنى انها تنال رضاكم. انا هفتح اهو، خلصت اول واحد، يديني يروح فاتح لي التطبيق الاول اخلصه، بعدين ارجع تاني بالسهم اخلص الثاني وهكذا لغايه ما انا اخلص كل التمارين اللي عندي. اهو حمل اهو، ابدا مثلا انا عامل حاجه بيسموها في الانجليزي كلوز تيست، مثلا هنا بختار اقرا يعني في مكتب النص مثلا واسيب فيه كلمه واحط اهي، هتكتشف دي بطريقتك انت وهكذا. طبعا عمليه الكلوز تيست دي بيحط اختيارين، هيدي لك هو اعمده كده في الاختيارات تكتشفها هنا في كرييت اب، بتحط كلمتين او ثلاثه زي ما انت عاوز، وبعدين هيدا هو صح خلصت اهو، برجع على الثاني والثالث والرابع وهكذا، وكل تمارينك مجموعه في مكان واحد. أتمنى إن أنا أكون قدمت فكرة ولو بسيطة عن الموضوع، وإن شاء الله يعني لو في فرصة نقدم ورشة يعني أفضل مع الزملاء، يكون فيها تفاعل مع الزملاء، لكن أنا حبيت أقدم فكرة وحبيت أقدمها باللغة العربية لأنه أي واحد يستفاد منها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.